إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. ترك سيدنا موسى عليه السلام قومه من بني إسرائيل في أمانة سيدنا هارون عليه السلام للذهاب لميقات ربه واستلام ألواح التوراة، وده كان بعد الانقطاع للتعبد والتبتل مدة حوالي 40 ليلة. وأثناء الحقيقة هذه المدة اللي غابها سيدنا موسى عن بني إسرائيل، اختبر الله تعالى بني إسرائيل، وكانت فتنة العجل اللي صنعوا السامريين من الذهب، الذهب اللي أخذته نساء بني إسرائيل من المصريات، لأن هم كانوا وهم موجودين في مصر هنا كانوا متعودين في الأعياد بتاعتهم يستلفوا الذهب ويستلفوا الصيغة بتاعة المصريات، يعني يلبسوها بعدين يرجعوها. فكان الأمر الإلهي أن هم يتركوا مصر وينطلقوا مع سيدنا موسى عليه السلام، فخدوا الذهب ده معاهم وهم ماشيين، وده اللي أخدوا السامري وأذابه وصنعوا
وصنع منه العجر وأطاعوا السامري وعكفوا على عبادة العجل من دون الله تعالى. نصحهم سيدنا هارون وذكرهم سيدنا هارون، وربنا سبحانه وتعالى أثبت ذلك في القرآن الكريم، لأن موجود في بعض النصوص اتهام نصوص أخرى غير القرآن غير الوحي الشريف باتهام سيدنا هارون بالتقصير وحشاه عليه السلام. قال الله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. يعني ذكرهم سيدنا هارون، ومش مرة واحدة، مرة واثنين وثلاثة، المدة اللي غابها سيدنا موسى عليه السلام لميقات مولاه سبحانه وتعالى. يعني سيدنا هارون ذكرهم وقال لهم اللي انتم فيه ده امتحان، انتبهوا، لقد أضللتم بهذا العجل اللي انتم عكفتم عليه تعبدوه. وذكرهم سيدنا هارون عليه السلام بإن المستحق للعبادة هو الله الرحمن لا إله إلا هو، ودعاهم سيدنا هارون مرارا وتكرارا للاقتداء به في عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فقال لهم كما ذكر القرآن الكريم على لسانه: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هل سمعوا كلامه؟ لا، لم يستمعوا ولم يسمعوا ولم حتى يعتبروا لكلام نبيهم هارون. دول قوم أرسل الله فيهم نبيين كريمين، سيدنا موسى وسيدنا هارون. لما راح سيدنا موسى لميقات مولاه ترك عليهم سيدنا هارون لأنه خايف منهم، عارف إن هم أي حاجة تردهم عن الحق. والحقيقة إنه ردوا كمان على سيدنا هارون رد بيدل على بلادة الفكر وانطماس البصيرة وانعدام الإيمان مطلقا. ده ردوا على سيدنا هارون ويقولوا له كما ذكر القرآن الكريم: قالوا لن نبرح عليه عاكفين، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إحنا هنقعد نعبد العجل ده اللي عمله السامري من الذهب لحد لما يرجع موسى؟ ده ردهم على نبيهم هارون اللي سيدنا موسى أقاموا عليهم حتى يعود. وفعلا رجع سيدنا موسى عليه السلام إلى قومه غضبان شديد الغضب شديد الحزن بعد ما أعلمه ربه سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى شاء امتحانهم، شاء أنه يختبرهم، أنه يختبر مدى ثبتهم على الإيمان ومدى تصديقهم لنبيه وعدم تكذيبه. فعمل لهم الامتحان، كان هذا الامتحان. قال تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام، قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع سيدنا موسى، وكان عرف بقى مسألة الإيه الإضلال اللي وقعوا فيه ده، فرجع سيدنا موسى وبيده الألواح التي تلقاها من ربه، وتحولت فرحة سيدنا موسى بالألواح، لأن ده شرف كبير جدا إن أمة ينزل فيها ولها كتاب، ده شرف عظيم لأي أم. فطبعا حولوا فرحة سيدنا موسى إلى أحزان. الألواح اللي جاي بيها سيدنا موسى فيها نور وهدى وموعظة ورحمة لبني إسرائيل، تحولت بفعل بني إسرائيل في قلب سيدنا موسى إلى حزن عميق لضلالهم من بعده. وبالذات بقى الحزن اشتد في قلب سيدنا موسى، وطبعا عرف الخبر قبل ما يقابلهم، قبل ما يشوفه. لكن لما عاد سيدنا موسى ورآهم واقفين بقى عاكفين على العجل يعبدونه ويرقصوا حواليه ويغنونه بيعبدوا على مزاجهم، فطبعا ملك الغضب عليه كل نفسه عليه السلام، وأخذته الغيرة على دينه. وسيدنا موسى كان غضوب في الحق، فصاح موسى بهم: بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. يعني ما يعني لم تنتظروا، استعجلتوا
استغيبتوني وقلت ده غاب، هنقعد نعبد العجل الذهبي ده حتى يعود إلينا موسى. فوبخهم سيدنا موسى على عبادة العجل وعلى عدم انتظاره وعلى العجلة اللي هم كانوا فيها، عدم انتظاره حتى يرجع إليهم من الطور. وتصاعد وتزايد غضب سيدنا موسى، وكان غضبه ده لإيه؟ لله. وثارت نفسه، ثارت بثورة عارمة، وألقى الألواح من شدة غضب سيدنا موسى عليه السلام. هو رايح فين وجاي لقيهم إيه؟ دولت اللي أنقذهم ربهم سبحانه وتعالى وأجرى على إيد نبيهم العديد والعديد من المعجزات. فطبيعي إنه يمتلك الغضب سيدنا موسى، فرح رامي الألواح من غضبه، من شدة غضبه وأسفه وحزنه من هؤلاء البلداء من قومه اللي ربنا أكرمه وشرفه برسولين كريمين سيدنا موسى وسيدنا هارون، وأنزل إليهم وصايا مباركة وجعلهم أمة لها كتاب، لها كتاب ينعمون ببركة اتباعه في دنياهم ويحصدون خير هذا الاتباع في أخراهم، إلا أنهم قوم يجهلون كما وصفهم سيدنا موسى. ولما ألقى الألواح سيدنا موسى بقى من شدة غضبه، وأقبل موسى بكل غضبه العارم على أخيه هارون. الله تعالى يقص علينا هذا القصص، قال تعالى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه. شوف الغضب اللي امتلك على سيدنا موسى كل نفسه، ألقى الألواح وراح جارر سيدنا هارون. سيدنا موسى ترك سيدنا هارون ينصحهم ويعظهم ويرشدهم ويهديهم إلى الطريق المستقيم إذا ما انحرف أو ضل. هو قال له كده، قال له ذلك، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لأن سيدنا موسى أدرى الناس بقومه، لكن سيدنا هارون عليه السلام الحقيقة ما قدرش عليهم، وده هنشوفه بعد كده في بقية القصة. وربما يتعجب من يقرأ هذه القصة من غضب سيدنا موسى على أخيه هارون، وإنه يسحبه كده ومن راسه ويجره من راسه ومن لحيته. لكن الحقيقة إنه هذا الغضب من سيدنا موسى كان غضب لله تعالى، لأنه عارف إن دي مصيبة كبيرة عملتها بني إسرائيل. وها هو موسى يأخذ بشعر سيدنا هارون عليه السلام بيمينه، وبيجره كمان من راسه بيمينه، وبإيديه الشمال بيشده من اللحية بتاعته، فبيشده بيجره كل ده وبني إسرائيل شايف، وبيهزه في عنف وقسوة، وهو يحاسبه ويعاقبه، لأنه هو أقامه عليهم. يعني هو زي ما بيحاسبه بيعاقبه في الوقت نفسه، يعني أنا أسيبكوا أروح لاستلام التوراة وألواح التوراة والوصايا التي فيها، وأرجع عليكم بتعبدوا عجل، وأنا أقمتك عليهم يا هارون. فبيحاسبه وبيعنفه، ويقول له كما قص علينا القرآن الكريم: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ طبعا سيدنا هارون عليه السلام كان مدرك جدا ومقدر جدا غضب سيدنا موسى عليه السلام، لأنه عارف أن قومه من بني إسرائيل وقعوا في مصيبة كبيرة، مصيبة الشرك، بيعبدوا وثن. فبدأ سيدنا هارون يعني يحاول إرضاء سيدنا موسى ويحاول استعطاف قلب سيدنا موسى، وقال له: قال يا ابن أم، وبيناديه كده بالنداء والنداء في اللغة العربية فيه تودد وفيه ترقق وفيه استعطاف لمن تكلمه. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وفزع بنو إسرائيل من حال سيدنا موسى مع أخيه هارون، شايفينه بيجره من راسه ومن لحيته، اتخضوا.
وبطلوا بقى كفوا عن الرقص الذي يرقصون والغناء الذي يغنون حول هذا العجل الذي يرهفون حوله، وأقبلوا ينظرون ما لا يصدقون، شايفين أن سيدنا موسى يعاقب أخاه هارون بينهم بإيديه، فراحوا قايلين كده في نفسهم فماذا يفعل بهم يعني، أو ماذا يفعل بنا لو فرغ إلينا بعد ما يصنعه بأخيه هارون. وهم عارفين كويس جدا أن سيدنا موسى طبعه حاد وغضبه عنيف في الحق، وشايفين أن سيدنا هارون مستسلم لعقاب أخيه موسى ولومه وغضبه، وكان هارون عليه السلام هائب من موسى مطيع له لأنه عارف المصيبة اللي فيها بني إسرائيل، ما بيردش حتى على سيدنا موسى بل بيستعطف سيدنا موسى ويرجو سيدنا موسى. لكن سيدنا موسى عليه السلام عاد وأمسك برأس أخيه ولحيته وهو يتفجر غضبا لله تعالى، لأن العذر اللي قاله سيدنا هارون لم يكن مقنعا بالنسبة لسيدنا موسى، فاعترف سيدنا هارون بالسبب الرئيس وقال لموسى مستعطفا، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدينا في القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن، مرحب بكل مشاهدينا الكرام وكل سنة وحضراتكم بألف خير وسلامة وصحة وعافية وستر وتوفيق إلى الطاعات. إحنا في شهر كريم وبنستعد لشهر مبارك شهر رمضان، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الودود المحب لعباده، جعل لنا مواسم للبر وللخير وللطاعات عشان تكون سبب للطهارة والصفاء والنقاء. لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينبهنا لضرورة استغلال هذه الأيام والليالي الشريفة اللي احنا مقبلين عليها، فعلمنا إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، يعني نتعرض لنفحات الله لعطايا المولى سبحانه وتعالى، مواسم مغفرة نجري عليها، مواسم الإنسان يطلب فيها الرحمة، مواسم يسأل الإنسان فيها ربه سبحانه وتعالى. النبي قال فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. هناك مواسم كثيرة للطاعات، يعني في موسم أسبوعي هو يوم الجمعة، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وفي موسم سنوي وهو شهر رمضان المبارك، وبين هذا وذاك مواسم خير لا تنقطع، منها شهر شعبان اللي احنا فيه وهو شهر رفع الأعمال وشهر تحويل القبلة وفيه ليلة البراءة والغفران. نتهيأ في هذا الشهر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وخير ما ينشغل به الإنسان في هذه المواسم وخير ما يستقبل به الإنسان هذه المواسم الاستغفار. الاستغفار ده جلاء القلوب من الأدران. ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال الله عز وجل فبعزتي وجلالي، قال الله عز وجل فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. فالواجب علينا وإحنا في مواسم الخير نتخذ
من مواسم الخيرات بدايات لانطلاقنا، بدايات للاستعداد لشهر عظيم مبارك زي شهر رمضان، وتبقى دي انطلاقة جديدة لتجديد العهد مع الله بإن احنا نلتزم على بنلتزم بالطاعات ونداوم على الاستغفار لتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة. وربنا ربط سبحانه وتعالى بين الفلاح وبين التوبة، قال المولى سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فربط بين التوبة، والتوبة من شروطها الاستغفار. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. يعني ما تستعظمش الذنوب، ما تقولش أنا عملت وسويت وإزاي هيغفر لي، إزاي هيرحمني، إزاي أنا قصرت في كذا وكذا وكذا. مجرد إنك تعترف بالتقصير وتجأر إلى الله بالاستغفار وتتبتل إليه وتسأله الرحمة والمغفرة والصفح، الله عز وجل يحب من عبد التحقق في مقام العبودية، الله عز وجل يحب من عبد أن يتحقق في مقام العبودية، مقام العبودية اللي هو منتهى الذل مع منتهى الحب. أنت متذلل بين يدي مولاك وأنت بتحبه، واللي بيحب مش عايز يعني يقع في معصية من يحب، أو إنه يضايقه، أو إنه يغضب منه. وبالتالي الإنسان المؤمن يتذلل بين يدي مولاه فيستغفر ربه ويسأله المغفرة ويسأله الصفح ويسأله التوفيق إلى الهدايات وإلى الطاعات. والحديث اللي احنا سمعناه منذ قليل ما فيهوش مواساة أو نوع من إطماع الناس اللي هي منهمكة في المعاصي، نعمل اللي انت عايزه بعد كده روح توب، مش المعنى كده. إنما الحديث فيه بيان عفو الله تعالى وتجاوز المولى سبحانه وتعالى عن اللي أذنب، اللي تاب بجد. وده ترغيب في التوبة إلى الله تعالى. يعني انت مهما عملت ومهما كان منك وعدت وصدقت في العودة والتوبة والأوبة إلى الله، الله يتقبل منك. فهي دي فتح باب الرجاء في قلوب العباد التائبين إلى مولاهم فيتوبوا. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه ربنا سبحانه وتعالى كما يجازي المحسنين بإحسانهم فإنه كذلك يعفو ويصفح عن المذنبين التائبين. استغفروا ربكم، استغفروا ربكم، استغفروا ربكم، إنه كان غفارا. سبحانه وتعالى ما أعظمه وما أكرمه وما أحلمه وما أرحمه، فتح لعباده باب الغفران والتوبة والإحسان والإصلاح وامتن عليهم. وعلينا جميعا، المعنى يكون ذلك إنه امتن على الجميع بمواسم تكفير السيئات، بمواسم زيادة الحسنات، بمواسم رفع الدرجات، بمواسم إقالة العثرات. فلنحرص جميعا قبل رمضان على تجديد التوبة بأركانها من إقلاع عن الذنب وندم شديد بالقلب وعزم على ألا نعود إلى ذلك الذنب أو إلى تلك الذنوب، مع كثرة الاستغفار والتذلل والاعتذار. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من التوبة والاستغفار، يقول صلوات الله وسلامه عليه: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وده اللي احنا فيه موسم الخيرات، فأسرعوا لأنه قد فاز من انتفع بنفحات مواسم الخيرات وخاب من أدركها ولم يغفر له. نستغفر الله.
عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أهلا بمشاهدينا الكرام في كل مكان. سريعا ننوه على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. بنذكر حضراتكم أن الرد بيكون على الأسئلة من خلال الشاشة في الحلقة المخصصة للرد على أسئلة حضراتكم. الحلقة دي بتكون على مدار العام كله عدا شهر رمضان. شهر رمضان بيكون لنا نظام آخر، لكن من رمضان إلى رمضان بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبنتشرف إن احنا بنستقبل أسئلة حضراتكم معانا على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب عنها في ذات الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها أيضا على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة. ناخد أستاذة شهندة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذة شهندة. طب لو سمحت في طب. بس أنا سمعت حضرتك بتقولي دلوقتي الكتاب هيبقى زي ما هو في رمضان يوم الأربع. لا، الكتاب هيبقى يومي إن شاء الله في رمضان. يومي؟ طب يعني الحمد لله، عشان أنا يعني بعرف أقرأ. هنبقى حلقات جديدة وهنكون معاكم على الهواء مباشرة كالعادة، كنظامنا العادي كل رمضان، إن إحنا بنبقى معاكم على الهواء بموضوعات مختلفة من جواهر المعاني في النص القرآني، وبناخد الكتاب يومي، وكمان بناخد فقرة حضراتكم الأسئلة، ناخد الأسئلة على الهواء مباشرة إن شاء الله، ربنا يعين ويعين. بس ده يبقى في نفس المواعيد؟ في نفس الميعاد، هنبقى تقريبا 5 إلا ربع، 5 إلا 10، ده معادنا يوميا في رمضان إن شاء الله. السؤال بقى، اتفضل. أنا يعني زوجي موظف. أيوه. فهو طبعا هو بياخد مرتب من الحكومة. هو بيخرج يحصر أراضي وكده وحتت خفيات، فهو بيتقاضى عليها من مثلا صاحب القطعة اللي هو بيعملها له مبلغ. لا أنا ما سمعتش الجزئية دي، يعني هو موظف بيشتغل. تمام، هو مرتب. تمام، أنا بقول له كده. فهو لما بيخرج يحصر حاجة لحد، لما بيعمل ايه؟ لما بيقيس حتة أرض لحد. هو شغال على خفي اللي هي بتبقى أنا عندي أرض وعندها وعليها حتة خفية تبع الحكومة مثلا. ماشي. فلما بيجي يقيسها فهو بيتقاضى بقى إيه، فبيقول لصاحب المكان إيه، بياخد منه فلوس مبلغ دي غير مرتبه. فأنا بقول له دي حرام، إحنا عندنا عيال وكده. فهو بيقول لي لأ، أنا ما باخدش حاجة من حد، أنا لما بقيس للراجل وبعمل له شغله فهو بيعمل. أيوة، بس هو بيعمل الحاجات دي عشان وظيفته هي اللي بتسهل له يعرف المعلومات دي. أيوة، فهو كأنه بيسرب المعلومات. لا، هو مش بيسرب المعلومات يا دكتور، هو مش بيسرب. هو مثلا المأمورية بتديله خط سير، فهو بيطلع النهارده خط سير في كام بلد. فهو بيشوف الخفيات اللي بتبقى على الايه، على الترع وعلى المصارف وعلى الحاجات دي. هو بقى صاحب العمل هو بيقول لي، جوزي بيقول لي يعني هو طالع ماموريه واصحاب الاراضي دي بتراضيه يعني؟ ايوه، هم بيراضوه. بيقول لي هم بيراضوه. هو بيشترط شيء؟ لا، هو بيقول لي انا ما بقولش لحد هات 100 ولا هات جنيه ولا هات 10. والله العظيم انا بصعب على الراجل، بيديني بيقول لي ده حق الشاي. فبقول له لا، بس لو ده شغلك، لو ما ادكش مش انت هتعملها؟ بيقول لي طب ما انا بعمل لناس كتير ومش باخد. فانا بقول له حرام، عشان عيالنا مبهدلنا ومش بيسمعوا كلام، يمكن عشان القرش ده. فهو بيقاوحني وانا بقاوحه. فهل هو كده؟ لكن لو اتعرف من جهه الحكومه انه بيعمل كده هيتاخذ؟ لو اتعرف هيتاخذ. يبقى حرام ولا مش حرام؟
يا شهندة وزادك الله حرصا على الخير. ست أم أحمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا ست أم أحمد. أنا كان عندي سؤال لحضرتك. والدي أنا الصوت واطي شوية فلو ممكن نرفع الصوت شوية. كنت عايزة أسأل حضرتك. والدي متوفي من أيام. ربنا يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته. اللهم آمين. ويربط على قلوبكم. اللهم آمين. اللهم آمين. أنا بس تعبانة من يوم فراقه يعني. أكيد. غصب عني ببكي. بس نفسي أعمل حاجة هو توصل لي مثلا بديله كل يوم. أدعيله كل يوم. لكن هو البكاء يعني بكائك فقط من غير كلام مش كويس من بكاء غير بس بكاء اللي هو الانفعال الطبيعي البشري. تمام حاضر. أيوه. انت بتسألي على الأعمال اللي انت عايزة توهبيها للمتوفى ولا بتسألي عن مسألة انفعالك بالابتلاء يعني ان انت فقدتي أنا راضي بقضاء ربنا بس أنا من البكاء بس بخاف أحسن يكون بيأذيه أو لا هو مش بيأذيه هو بيزعل عشان انت بتبكي لكن مش التعذيب هنا الناس فاهمه مش مظبوط لكن هو بيبلغه انك انت بتبكي فاكيد هو مش هيبقى سعيد انك بتبكي انا لما بدعي له هو بيوصل لي دعاء وبقرا له قران كل حاجه بتوصل كل حاجه بتوصل ونرد عليكي حاضر معانا طيب هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى اهلا وسهلا بحضراتكم بالنسبه لسؤال الاستاذه شهنده اللي زوجها بيشتغل في مؤسسه حكوميه وبيطلع بمأموريات لتسليم تقريبا اراضي او حاجه زي كده فبيقول انه لما بيجي عميل من العملاء انه بيشتري حاجه او بيعمل حاجه فبيديله اكراميه هي بتقول هل الكلام ده يعني جائز له ياخده ولا مش جائز له ياخده هو بيقول انا ما بشترطش ولا باخد ولا بطلب ولا يعني يلمح لو كان ذلك الامر اللي حضرتك بتقولي عليه بيكون بعد اتمام العمل على اكمل وجه ومن دون ما انه بيطلب ولا انه بيشترط وبرده ليس في اخذه لهذا المال مخالفه للوائح العمل إذا كانت الشروط دي كلها موجودة فلا مانع وإلا فلا يجوز كلام واضح بالنسبة لست أم أحمد بتقول إن والدها توفي من أيام هي تشعر بتعب لفراقه وبتبكي كتير عليه وبتسأل شق تاني هل يصلوا الثواب الأعمال الصالحة لا شيء في البكاء ست أم أحمد فقد بكى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على فراق ابنه إبراهيم عليه السلام ده من شوق الإنسان دفقة كده شعورية من طبيعة خلقة الإنسان وبتدفع بالإنسان إلى أنه يجهش بالبكاء وهو راضي لكن ده انفعال بالابتلاء اللي هو فيه فانفعال يعني موائم للطبيعة البشرية ولم يصاحبه فعل ما ينكر عليه ما قالش كلام مش مظبوط ما تفوهش بكلام لا يليق إنما الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون طبيعي إنه يمتحن فيبكي فيزعل كل ده مما يبتلى ويمتحن فيه الإنسان ولا نقول إلا ما يرضي المولى كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون أما بالنسبة لثواب ما يصل إلى المتوفى من فعل الحي فكل ما يصنعه الحي للمتوفى من الخير يصل إليه ثوابه إن شاء الله تعالى أنت بتوهب اللهم هب مثل ثواب ما أقرأ من القرآن الكريم أو ما أصنع من الخير اللي أنت بتعمله إطعام صدقات كساء غذاء دواء أي شيء بتكرم به الإنسان وبتوهب مثل الثواب وده مقبول وبيصل ثوابه وده مذهب قلنا قبل كده الحنفية والحنابلة وحتى في قراءة القرآن إحنا بنهب ثوابه بالدعاء وكل بقى فعل الخير
كل أفعال الخير، كل أنواع وألوان الصدقات التي يعني يتطوع بها الإنسان ليهب ثوابها إلى متوفى مقبولة إن شاء الله. وكما ذكر أهل العلم كل أعمال الحي الذي يهبها إلى المتوفى تصل بإذن الله تعالى وبرحمته، ودي زي ما بنقول دايما إنها من مظاهر الرحمة الإلهية. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق وبسر، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن.